طيب عندنا كمان حاجه للامساك المزمن. انا قلت لك الامساك المزمن ده لو عندك امساك هيبقى عندك صداع، لو عندك امساك عينك مزغلله، لو عندك امساك تبقى مناخيرك تعبانه. وانا قلت دايما يا جماعه احنا بنعالج القولون ب 10 12 حاجه. اول حاجه لازم اعالجه بالالياف، لازم تاخد كل يوم معلقه بذر قطونه او بذر كتان. لازم ركز معايا لو سمحت، لو عاوز تعالج مناخيرك وزورك وقله التركيز اللي عندك وخاصه العيال اللي داخله امتحانات، لازم معلقه بذر قطونه او معلقه بذر كتان كل يوم. وايه كمان؟ كوبايه زبادي عشان انت عاوز شويه خميره او شويه خمائر هاضمه، يا زبادي يا لبن راي. وعاوز كمان شويه ايه؟ المشروب عسل نحل وقرفه وقرنفل وكذا وكذا. لو عندي امساك مزمن هزود عليها نص معلقه راويند. راويند. طيب ولازم اظبط الهرمونات، يا اما اظبط هرمونات بمشروب زي البابونج برد اوش روزميري، ها ده بيظبط هرمونات، معلقه على كوبايه ميه سخن، او ان انا اخد نص جرام قسط بحري، اسمه قسط بحري او ساعات بيسموه قسط هند، عليه معلقه عسل، ده بيظبط لي هرمونات الجسم، هرمونات الغده، هرمونات الدوره الشهريه. في بنات كتير قوي عندها الام شديده جدا في الدوره الشهريه، الام شديده جدا، مجرد ما بنعالج الانيميا الدوره الشهريه الامها بتروح. نعم اسرع برنامج علاج لتبطيل السجائر انا قلته في اول حلقه في رمضان لو تفتكر، واول امبارح اتكلمنا على حاجه اسمها بدائل التدخين، فاكر؟ في لزقه في الصيدليه اسمها نيكوتين او نيكوريت، لزقه تحط اللزقه تكره السجائر وتكره شكلها. او في لبانه اسمها لبانه ايه؟ ها؟ في لبان اسمه لبان منع التدخين، لبان نيكوتين، بتحط فص لبانه ببقك 24 ساعه ما انتش هتكره السجائر. يبقى عندنا لزقه وعندنا ايه؟ لبانه، ده فيها نيكوتين. طب انت مش عايز نيكوتين بقى، في نباتات كتير قوي تخليك تكره التدخين، زي نص معلقه خردل، ها نص معلقه صغيره ما تكترش عشان عامل زي الشط، نص معلقه حبه البركه، فص حبهان تمضغه وتسيبه ببقك، ها في نبات اسمه الملسة. خلاص في حاجات كتير قوي قوي انا شرحتها امتى؟ في الحلقه اللي فاتت، الحلقه اللي فاتت ارجع لها اسمها التدخين. بدائل التدخين دي اسرع حاجه تقضي بيها على التدخين، مش قادر خالص، بونبون او ملبس بتاع قهوه او بتاع تحطه في جيبك، مجرد ما انت بدل ما تحط ايدك تجيب علبه السجاير حط ايدك حط بونبونايه، هتديك طاقه وهتديك تركيز ونيكوتين عالي. ها اولا احنا ما بنحبش السكر التراكمي ده خالص، انسى السكر التراكمي ده للابد، احنا بنعمل سكر صايم بس. السكر الصايم اذا زاد الصايم عن 300 بياخد الانسولين 300 ثلاث شرط طويل مفعول 400 اربع شرط صايم بس. خلاص طب اذا كان الصايم بتاعي اقل من 200 انا مش محتاج انسولين، ولد او بنت ان شاء الله يا رب اكون باخد انسولين بقالي 30 سنه. بالمناسبه انا جالي ناس العياده بياخد انسولين بقاله 30 سنه، جرب معايا ثلاث معالق قبل الاكل، ثلاث معالق قبل الاكل، معلقه كزبره ناشفه، معلقه بصل مبشور، معلقه صغيره بصلايه صغيره، معلقه حلبه طريه، معلقه حلبه عليها شويه ميه سخن طريه مش مطحونه، حلبه طريه، والله الذي لا اله غيره، ثلاث معالق قبل الاكل بيظبطوا السكر، انت مش محتاج انسولين وجرب. يعني انا جالي ناس واحد بيقول لي انا بقالي 30 سنه بتحين انسولين، مجرد ما خدت الثلاث معالق، معلقه بصل مبشور فريش ومعلقه كزبره ومعلقه حلبه طريه، سكري بقى اقل من 100 اقل من 100. طيب الدكاتره سابتني اتحقن 30 سنه ليه؟ 30 سنه بعذب في نفسي ليه؟ نجرب يمكن ربنا ينصفنا. ايه رايك؟ يبقى انا ماليش دعوه بالتراكمي ده خالص. ها؟ نكمل؟ اول حاجه بقى الامساك ده، الامساك ده لازم تاخد له ايه؟ معلقه بذر قطونه او بذر كتان لازم. ولازم تاخد له ايه؟ كوبايه زبادي او لبن رايب على الاقل مرتين. ولازم الامساك المزمن تاخد له المشروب الخماسي لازم. اللي هو قرفه وزنجبيل وراوند ولبان دكر ومر بطارخ. ماشي. ولازم اخد هرمونات ولازم اعالج الانيميا لان دايما اللي عنده امساك مزمن عنده انيميا، صداع ودوخه وزغلله وقله تركيز. ولازم اللي عنده امساك مزمن لازم ياخد يمشي كل يوم ساعه، لازم، مش قادر يمشي حد يدلكه ساعه. لكن انا باخد علاج القولون وعلاج الامساك وعندي امساك برضه. كل شويه اخد علاج الامساك وعندي امساك برضه، طول ما انت قاعد كسلان القولون هيمشي ازاي؟ ولازم انام بالليل كويس لان السهر بيدمر القولون، ولازم ابعد عن المروحه والتكييف لان المروحه والتكييف بيدمروا القولون، ولازم اطول السجود لله لان طول السجود لله بيعالج القولون. طب انا ما بسجدش، ها؟ ويمكن احنا اتكلمنا على اهميه السجود، السجود ده رصيدك عند ربنا، لو ما بتسجدش مالكش عند ربنا رصيد.
طيب علاج الامساك المزمن، ارجع للحلقه دي نظفت القولون، ها لالم الثدي. الم الثدي بيجي عند بعض البنات والسيدات في زمن الدوره، قبل الدوره بيبقى في الم شديد في الثدي، وبعد الدوره ما بتمشي الالم بيروح. ده عاده بيبقى حاجه اسمها انيميا او اضطراب هرموني. الانيميا او اضطراب هرموني من صور الدم، اذا كان الهيموجلوبين وغلى. اغلب البنات اللي في اعدادي وثانوي اللي عندها دوره عندها انيميا. البركه بقى في الشيبسي والشوكولاته والاندومي وكلام الزباله، بناكل زباله. فبما اننا بناكل زباله يبقى مفيش دم، ها، ولما نيجي ناكل سندوتشات كاتشب ومايونيز وحاجات بتبوظ الهضم والامتصاص، فكده كده كاننا ما بناكلش. يبقى البنات عندها انيميا. لما البنات عندها انيميا ايه اللي بيحصل؟ تيجي الدوره الشهريه تقطع الدنس، الثدي ملتهب جدا والم شديد جدا. نبتدي نعالج الانيميا، نبعد عن الثلاثة في واحد، ونبعد عن الكولا وكل الماده البنيه دي خالص، ونبعد عن الشيبسيات، ونبعد عن الشوكولاتات، ونبتدي ناخد سلطه خضراء، حته بروتين صغيره، خضار ني في ني. نعدل الجسم، الهيموجلوبين زاد عن 10 12، الام الثدي راحت، وكذا وكذا. عندي كلكيعه، رحت للدكتور قال لي على طول نشيلها. نشيلها دي مصيبه ومطينه. قبل ما تشيل الكلكيعه من فضلك لو سمحتي تعدي علينا. والله العظيم رحمنا الاف السيدات من قطع الثدي. اوعى تسلم حد تقطع الثدي. يعني مش عايز اقول لك يا رب يكون الورم 30 سم. نحاول الاول، ولو فشلنا في المحاوله نبقى نروح نقطع. غير اسرع علاج لالم البطن. اسرع علاج لالم البطن لازم اعرف بالاول الم البطن ده جاي منين، فلازم اعمل سونار واشوف هل هو الم بنكرياس بنكرياتايتس، هل هو الم زايده، هل هو الم مراره، هل هو الم امساك وغازات مزمن. الالم بتاع البطن ده جاي منين؟ هل هو الم كلى؟ ساعات الم الكلى بيسمع قدام، يعني بيسمع ورا قدام. هل هو الم معده؟ ساعات الم المعده بيبقى قاتل، الم شديد جدا وبيخنق. فلازم الاول احدد هو الالم ايه. لو حددت الم البطن هعرف اعالجه. لكن انا عندي الم، خد مسكن، خد بسكوبان، خد مش عارف ايه، انا برجع برين برين، في ناس كده بتجيب من الاخر. طب ما انا عندي مصيبه ما نعالجها الاول، مش نحلل الاول دي انيميا ولا مشكله في الكلى ولا مشكله في الكبد ولا مشكله فين، مش لازم تتعالج. فلازم الاول اشخص صح عشان اعالج صح.